ايه؟ لما بنجوز المدرسة هيفوتنا. بس المدرسة؟ يا نهار اسود، راح في نصك بسرعة بسرعة بسرعة. اترمي. ايه يا استاذ، ايه اللي اخرك فيه؟ ايه عبال ما جهزت الواد وعملت له ايه ده؟ مش مشكلتي تحكي لي. انا اسف يا ابله عفت. ايه ابله دي؟ طب اقول ايه؟ انا اسف يا مدام عفت. بس يا جزمه منك ليها. ايه يا استاذ في ايه؟ ايه مدام دي؟ تضارير مش شايف؟ انا الحقيقه دلوقتي مش شايف حاجه خالص، لان ما شاء الله حضرتك حجبت زاويه الرؤيه. اللي هيضحك تاني هبلعه. انا عايز اقول لك ان اداره المدرسه بعتلك معايا مفاجاه. غمض عينيك، فتح عينيك، الجواب ده ليك. يلا يا فكري. ايوه غدا. ايوه سامعاني؟ سامعاك. طب بقولك ايه، انا عايزك في موضوع مهم. بعدين انا مشغوله. لا بعدين ده ايه، اسمعيني. المدرسه بعتين جواب عايزين بقيه قسط المصاريف بتاعت الواد سليم، ولا مش هيدخلوا المدرسه تاني. طب ما تدفع. ادفع يعني ايه يا غدا؟ وانت عارفه ظروفي المهببه. انت مديني الواد مديون ولا ايه يا غدا؟ اسماعيل، انا بدفع من ساعه ما اتطلقنا، وبعدين سليم ابنك زي ما هو ابني. اتحمل المسؤوليه شويه بقى يا اخي، خلي عندك دم. ايوه غدا، بس دول 30000 جنيه وانا اللي في جيبي ما يكملوش 30 جنيه. خليك اب مره واحده في حياتك بدل ما انت مقطيع. طب انت عصبيه كده ليه؟ ما تهدي. مش هفضل شايله مسؤوليته طول عمري. هو انت ايه؟ بتقول ايه؟ يعني ايه يا انت مش عارف تجيبها؟ قول بقى انك خرفت ومبقاش لك في الشغلانه يا حبيبي. هو ممكن يكون فعلا مش عارف يجيبها، وعشان كده في كذا ايجنسي ممكن تجيبها بدالها. يا جماعه ما ينفعش بنت كومبارس كنت بديها 200 جنيه في اليوم اديها 100000 جنيه في الاعلان. 100000؟ اه كتير برضو. عشان كده بقول لكم شوفوا اي حد تاني غيرها. اسمها ايه البت دي؟ اسمها 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 رغده. رغده، شوفي حتى الاسم قديم. انا ماني وايز ماليش علاقه بالموضوع، بس البنت ملامحها ان جدا للحمل. طيب يبقى على البركه. قول لها يا ابني ان احنا موافقين. موافقين ازاي؟ الله يا باشا، انت كده بتعص علينا الناس وبتبوظ السوق. انت مالك انت؟ انت تنسى حاجه بتجيب امك؟ الله، ازاي يا ادم؟ ادم ازاي يا صانع السعاده؟ اسمع كده مالك؟ البت دي انا عايزها بكره. بكره الصبح تكون عندك في البلاتو. انزل من على ودانا يا جريشه، انا عمري ما هعمل التهييس اللي انت بتقول عليه ده. التهييس اللي انت بتقول عليه ده هيجيب لك فلوس زي الرز. دول رفعوا المبلغ ل 40000 بلبل. 40000؟ اه ل 40000 ولا 60000؟ انا ما فيش الكلام ده. راجل عبد، انا مش عارف انت متجعرن قوي ليه كده، مع اني عارف البير وغطاه. مش عارف اسماعيل يعني، بس انا واحد من الناس مش هطلب منك ثمن البقاله. انت بتعايرني يا جريشه؟ ان شاء الله ربنا هيدبرها من عنده يا سيدي. ونعمه بالله، بس ده رزق وجالنا نعمه، نرفضها؟ لو كترت في الكلام شكل انا اللي هرفضك. طب انت عارف يا اسماعيل، لو ما دفعتش مصاريف المدرسه لسليم هيحصل ايه؟ هيحصل ايه؟ هيحصل حاجات كتير اوي كتير اوي كتير اوي. حاجات كتير. سليم هيطرد من المدرسه الانترناشونال، وهتضطر ترميه في اي مدرسه. هيتعلم الصياعه، وده المكان أصحابه نور ومهند هيبقى بره وكرع، وسليم الكيوت هيتحول لبلطجي وشبح ويقعد يثبت في الناس، ومش بعيد يثبتك انت. وبدل ما كنت تتمنى تشوفه دكتور ولا مهندس، هتنتهي حياته في السجن. السجن السجن يا اسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا الله ولا فرحك. قلت لي التصوير امتى؟ بقولك ايه، بصي دي كده. هو بس مشكلته الالوان فرايحي، احنا بنعمل حمله لا للتحرش، يعني قولي له يهدى شويه. حد من الانتاج يشوف لي جريشه. تحت امرك يا صانع السعاده. بنت جت؟ جت طبعا. تعالي يا رغده. Mercy.
بسم الله الرحمن الرحيم. اهدي اهدي سامحني لو سمحت. معلش انا اسفه، لله السلك لمس في الكعبه فتقريبا الكهرباء. لا لا ولا يهمك، ده من حظي الحلو. قولي لي رغده، ده اسمك الاصلي ولا اسم شهره؟ لا اسم الشهره. امال اسمك ايه؟ نبويه. لسه امبارح بقول لك ايه يا ضه على موضوع نبويه ده. ايوه صح، هو قال لي نبويه. نبويتي احنا 10 دقايق ونصور. رغده هي رانيا. ايه ده رغده، انت احلى بكتير من الصور. انا رانيا فهمي الكريتيف دايركتور بتاعت الحمله. وانا رغده اللي همثل في الحمله. انت تعبتيني قوي على ما جيتي. وحياه مامي انت اللي تعباني من اول ما دخلت. خلاص لا لا لا، هي ما تقصدش، هي قصدها يعني ان هي تعبت قبل ما اقنعت اهلها عشان تيجي تعمل اعلان. رانيا هاتي لي ستايلست بسرعه عشان اشوف اللبس والشعر. يلا جريش استعجلهم لي بسرعه. حاضر يا ريس. استعجل مين؟ اي حد. استعجل اي حد. يلا حرك. حاضر يا ريس. حرك. رغدة لو سمحت ما بحبش كده. ولا كده؟ ارجوك لو سمحت. انا كنت عايز اسالك بس، انت مثلتي قبل كده ولا دي اول مره؟ لا اول مره امثل. حد قال لك قبل كده انك شبه منى شلبي؟ لا بيقولوا لي اني شبه مدحت شلبي. احنا جايين نهزر بقى ولا ايه؟ امال جايين نعمل ايه؟ نعزي؟ جسمك حلو قوي قوي. بتلعبي رياضه ايه؟ انا بلعب رياضه الزانه، تسمع عنها؟ اوه الا اسمع عنها. اكيد هي اللي مخليه جسمك عامل زي الخرزانه. الخرزانه دي هتنزل على ادبك يا سافل. انا عايز اصور. سفاله وقله ادب. شو بقى يا جماعه هنبدا؟ اتفضلوا. بص يا رغده، انت واقفه وسط الزحمه ومفيش نطع من اللي قاعدين دولت عاوز يقعدك. النخوه اتعدمت، المتحرش واقف وسطيهم. بتعجبيه، بتستفز الحيوان اللي جواه، بيتسلل ووب بيتحرش بيكي. وبعدين في يومك الاسود ده، اقسم بالله اقسم بالله اديك بالركبه. اوه فيه. يا حبيبتي انت فهمتيني غلط، انا بشرح لك الراجل ده هيعمل ايه بالظبط. هتقومي شتمان، هتقولي له ايه قله الادب والسفاله دي؟ اوب الرجاله دول هيقوموا. في ايه يا حيوانات؟ في ايه يا حيوان؟ هاتها يا حيوانات. هاتها. في ايه؟ انا مالي انا يا حيوانات. اهدي. هيحاولوا يتحرشوا بيكي. هنا هتبص للكاميرا ومنتهى الانكسار وتعيطي، وانا هنزل اللوجو. بدل ما يضيع حقها لازم نوقف جنبها. تمام؟ فهمتيني؟ فين المتحرش؟ موجود. فين؟ موجود يا ريس. جاهز يا استاذ. اثبت اثبت. هو ده المتحرش. هو في غيره؟ ده أيقونة التحرش. ايوه بس ده مش هيتحرش، ده هيجيب عيال على طول. سلام عليكم. اثبت اثبت. بقول لك هخليهم لك 60,000 بلبل. بلبل؟ ما عايزك ما تحرمناش بقى في المشهد من الرياكشن الجميل بتاع التحرش بتاعك. لا 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 مش ده، ما كنا جبنا اي حد يعمل الرياكشن ده. هو ده. الله. تمام. يلا يلا انا عايز اصور. ربنا معاك. يلا انا متاخر والله. شط واحد تحرش اول مره. اكشن. ايه الحيوان اللي قال ستوب؟ مين؟ الحقنا يا استاذ ادهم، الاستاذ حمدي الوزير فاكر نفسه بوت النوم مش اتوبيس. ادهم. ايوه مجانا ازرق، انا بشوف شغلي. عندك حق. هو انا بس لو ايه ده؟ هو انا بس هستاذنك نوطي الفولت شويه عشان خاطري. بس حلو حلو قوي، حلو قوي قوي. يلا يلا انا عايز اصور. يلا يا ريس. اوعى يلا يا ريس. عايز اصور يا جماعه. يلا. بقول لك ايه؟ بقول لك يا جريشه، انا مش هكمل الاعلان ده. انت لازم تكمل الاعلان دوت. انا عشان اكمل الاعلان ده محتاج حبوب منع الحمل. انا هخليهم يوصلوا المبلغ ل 100,000 جنيه. 100,000 جنيه؟ اه. لا كده مبروك علينا يا العيل. خش كلاك. شط واحد تحرش تاني مره. اكشن. بتعمل ايه يا ابن الكلب؟ انت فاهم التحرش؟ ايه يا ولاد انتوا بتضربوا الراجل؟ هو مش حد من الرجاله دي مال عينه كل ايه؟ هم فين الرجال دي يا اخويا؟ انت عايز قلمك بوجهك. انت اللي عايز قلمك مش قلمك. ايه يا ولاد انتوا حد عينه كل ايه؟ يا حميم يا ولاد الكلب يا ولاد الكلب يا ولاد الكلب. طب
لابسني واحده ست وكمان جايب لي حمدي الوزير علشان يتحرش بيا. هو انا ناقص ضحكت عليك في ايه؟ انا مش قلت لك هم عايزينك في اعلان؟ ايوه ما انا قلت اعلان صابون غسيل جل للشهر، لكن حمله للتحرش المره الجايه هتجيبني في حمله ايه؟ تنظيم الاسره.